السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رايح تعمل أشعة رنين مغناطيسي أو عندك مريض رايح يعمل أشعة رنين مغناطيسي، يبقى لازم تشوف الفيديو ده. ناس كتير بينطلب منها تعمل أشعة رنين مغناطيسي عشان تشخص حالتها، لكن ما تعرفش إيه اللي المفروض تعمله أو إيه هي النصايح والإجراءات اللي لازم تاخدها قبل ما تعمل أشعة رنين المغناطيسي. هقول لك في الفيديو ده على أهم النصايح والإجراءات اللي لازم تاخدها لو كنت رايح تعمل أشعة رنين مغناطيسي. أول حاجة لازم تعرف إن جهاز الرنين المغناطيسي ده عبارة عن جهاز مجال مغناطيسي مقفول زي الأنبوبة كده، المريض بيدخل فيه من 20 دقيقة لساعة على حسب الحالة. وناس كتير كانت بتقلق من موضوع الأنبوبة دي أو إنها تدخل جوه الأنبوبة، لكن معظم الأجهزة الحديثة دلوقتي بتكون مفتوحة مش مقفولة. قبل ما تعمل أشعة الرنين المغناطيسي لازم تدخل الحمام، لأن الأشعة ممكن تاخد من 20 دقيقة إلى ساعة زي ما قلنا، علشان كده لازم تكون مرتاح وأنت بتعملها. قبل ما تعمل أشعة الرنين المغناطيسي لازم تاخد وجبة خفيفة، علشان لو الموضوع طول معاك ما تحسش بالجوع. ابعد عن الوجبات الدسمة علشان ما تعملكش اضطراب في المعدة. لازم تشيل أي جسم معدني في الملابس أو المجوهرات أو الحاجات اللي انت لابسها. يعني قبل ما تدخل تعمل الأشعة لازم تشيل كل الحاجات اللي فيها معادن زي النظارة ودبابيس الشعر والأسنان الصناعية والسماعات وسماعات الأذن والباروكة وحمالات الصدر اللي فيها معدن والسلاسل والخواتم. لو كنت عامل عمليات قبل كده ومركب حاجات معدنية جوه جسمك لازم تقول للدكتور، زي لو كنت مثلا انكسرت قبل كده وعملت شرايح ومسامير أو ركبت أسياخ أو حاجات من دي. الستات اللي راح تعمل أشعة رنين مغناطيسي المفروض ما تحطش مكياج، ولو حطت مكياج قبل ما تعمل أشعة رنين مغناطيسي لازم تمسحه، لأن مستحضرات التجميل بيكون فيها معادن ممكن تتفاعل مع المجال المغناطيسي بتاع الأشعة، علشان كده ما ينفعش تحط مكياج أو طلائع الأظافر اللي هو المانيكير وكمان مضادات العرق ومستحضرات الوقاية من الشمس في اليوم اللي انت راح تعملي فيه الأشعة. الناس اللي عاملة وشم على أجسامها لازم تقول للدكتور قبل الأشعة، لأن أشعة الرنين ممكن تعمل تهيج للجلد وخصوصا لو أماكن الوشم تعرضت للأشعة. سابع حاجة، لازم ما تكونش قلقان وانت بتعمل أشعة الرنين المغناطيسي، لأن الأشعة وانت بتعملها ما فيهاش ألم وما بتسببلكش أي ألم. لو انت قلقان بقى ممكن تعمل إيه؟ ممكن إما تاخد واحد قريبك معاك وانت رايح تعمل أشعة، أو تاخد نفس عميق وتكرر ده قبل ما تعمل الأشعة. وانت بتعمل أشعة الرنين ممنوع إنك تتحرك، لأنك لازم بتحافظ على الوضع اللي ثبتك فيه الدكتور، لأنك لو اتحركت هيضطر الدكتور إنه يعيد الأشعة من تاني، لأن حركتك حتى لو بسيطة ممكن تعمل تشتيت للمسح الضوئي اللي بيعمل الأشعة، وبالتالي الصور ما بتطلعش واضحة. من الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها إن جهاز أشعة الرنين بيعمل صوت أو أصوات مزعجة، علشان كده ممكن تحط سدادات في الودن علشان تقلل الصوت ده. وانت بتعمل أشعة الرنين لو حسيت بأي مشاكل صحية هتلاقي فيه زرار جنبك لازم تضغط عليه عشان الدكتور يجي لك ويعرف ايه المشكلة اللي حصلت لك وممكن يوقف التصوير. دي اهم 10 اجراءات واهم 10 نصايح لازم تعملها ولازم تاخد بالك منها وانت رايح تعمل أشعة رنين مغناطيسي، او لو عندك مريض رايح يعمل أشعة رنين مغناطيسي. لو عندك سؤال بخصوص الموضوع اكتب لنا في التعليقات تحت الفيديو وانا هرد عليك. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو. بتمنى ليكم الصحة والعافية. كان معكم دكتور طارق تركي، استشاري جراحة العظام والعناية بالقدم والقدم السكري. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.